بتشوفوا كل ستيشن شو ارتفاعها، وبتصيروا مثلا اول ستيشن ارتفاعها عفوا اول ستيشن ارتفاعها 500، ثاني ستيشن مثلا 525، وهكذا بصير حسب السكيل اللي عندي. معطيتنا سكيل 1 لـ25، فتعملوا ترتيب انه الفرق بينهم بتبلشوا بالـ500، واعلى اليفيشن عندي للستيشن مثلا وصل الـ700 او 600، وما حيرتفع عن 600. بتصيروا الفرق بينهم 25 حسب السكيل، يعني هون حيكون عندي 525، هون 550، وهكذا لحد ما نوصل ل 600 و 625. تمام. طيب هلا بنصير نوصل، مثلا انا طلع عندي الستيشن الاولى اللي هي 00 ارتفاعها مثلا 520، بنوصل هاي 520. الستيشن الثانية طبعا هذا كله الارقام اللي بدكم توصلوها راح تاخدوها من الخريطة. تمام. مثلا هاي الستيشن طلع عندي ارتفاعها 525، بوصل وبعمل نقاط وهكذا. رح يطلع عندي شكل الطريق اللي هاي بنسميها الجراوند ليفل من هذا الاسلوب هيك. ممكن لنفرض طلع هيك الشكل عندي. تمام. هلا شو رح اعمل؟ بدي هذا اسمه الجراوند ليفل، اوكي، اللي هو الارض الطبيعية. بدي اعمل طريق، الطريق اكيد ما رح تكون متعرجة بهذا الشكل، فبدي اعملها مستقيمة، احاول انها تمشي مع الجراوند ليفل. فبعمل هيك تكون خط مستقيم. تمام. بس انا شفت انه الارض نزلت فبنزل معها، طلعت برد اطلع هيك تكون مستقيمة. هاي بدها تنعمل في المسطرة، الرود ليفل نرسمها في المسطرة. هلأ باجي على الارتفاع. طبعا الجراوند ليفل هاي اوريدي هو معنا انه الجراوند ليفل لهاي الستيشن هاي هون كان 520 مثلا، طلعنا مثلا الجراوند ليفل لهاي الستيشن بنوصل مع هذا الخط مثلا كان 525 سوري. مثلا الجراوند ليفل لهاي الستيشن 500، بنوصل مع هذا الخط المتعرج، لنفرض كان 530، اوكي الخط مش كتير واضح، اوكي، وبكمل لكل ستيشن. هلا باجي على الرود ليفل، الرود ليفل كيف بدي اطلعها؟ بوصل الستيشن بس مع خط المستقيم اللي هو الرود ليفل هذا الاسود. هلا غالبا اول وحده اول ستيشن، والمفروض او نحاول انه اخر ستيشن يكونوا متطابقين، بس طبعا هون ما طلعوا متطابقين فعادي. فبالتالي حيكون الجراوند ليفل تساوي الرود ليفل لاول ستيشن 520. الستيشن الثانية هاي طبعا هذا كله حيكون في التقريب او بتقسموا بين الاليفيشنز هيك بهدول الصغار، اوكي. طيب الارتفاع لهاي اقل من 225، لنفرض 515 سوري 515، وهكذا. بعدين بنطلع الجراوند ليفل ناقص الرود ليفل، الجراوند ليفل ناقص الرود ليفل هون 0، هون 10. هلا هون نحكي الرود ليفل هيها 520، الفرق هون برضو 10. الجراوند ليفل لهاي اللي هي هون ممكن تكون 527، اوكي. الرود ليفل لها هون بنطلعه 500 تقريبا نحكي 30 او 29. الفرق بينهم 527 ناقص 530 ماينس 3. تمام. هلا بصير احسبهم كلهم لحد ما اخلصهم. الرقم البوزيتيف حيكون عبارة عن كت، فهذا كت، اوكي بنزله هون صفر. هذا بوزيتيف كت، بوزيتيف كت. الرقم النيجاتيف رح يكون فل. ايش يعني؟ البوزيتيف عندي اللي هي الجراوند ليفل ناقص الرود ليفل، خلينا ناخد هذا، لا هذا سوري مش بوزيتيف، مش محسوب.
ناخذ هذا الرقم مثلا 10 للستيشن هاي. الجراوند ليفل فوق الرود ليفل، يعني انا بدي اقص الجراوند ليفل لحد ما اوصل لمستوى الرود ليفل، هذا اسمه كات. هلا مثلا هون الجراوند ليفل تحت الرود ليفل، فبدي اعبي، يعني انا بدي احط هون التراب او اشي لحد ما اوصل للرود ليفل، فهون حيكون ماينس. تمام. طيب هلا بعد هيك بس اوجدهم كلهم، بجمع الكات اللي بيطلع عندي وبجمع الفل وباخذ طرحهم، يعني مجموع الكات ناقص مجموع الفل. It's prefer to be zero، ولكنها هي فعليا مستحيل تطلع زيرو على ارض الواقع، فنحاول انها ما تكون اكتر من 20. يعني هي غالبا تطلع في هاي المشاريع بين 11 وال15، المهم انه على ارض الواقع هي ما تكون اكتر من 20. تمام.